أسعد الله صباحكم، نقدم لكم موجز إخباري. قامت محافظة مهرجان وهران بتكريم كل من الممثلة المصرية نادية لطفي والمخرج الجزائري مصطفى بن حراك عن أعمالهم الفنية. حقق وفاق سطيف خلال المرحلة الذهاب 9 انتصارات، 7 منها داخل الديار، وهو ما سمح للوفاق بالانفراد بصدارة الترتيب. بهذا الخبر الرياضي نأتي على نهاية هذه النشرة القصيرة، والسلام عليكم.